السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي يكون مقدمه ديال السلسله الجديده كيفاش خديت الدبلوم بنقطه جيده. احنا متفقين بان لكل نهايه سعيده بدايه صحيحه، لكل نتيجه مرضيه مجهود مبذول. لكل واحد فينا الحق في الطموح والقدرة على السعي لتغيير الواقع. انت دابا هو كيف شفتي راسك شحال هادي؟ اذا خصنا ندوزو نكتشفو الذات ديالنا ونستغلو المؤهلات ديالنا من طريق كيبدا بلافتة شعارها انا استطيع ان. هذا هو الهدف ديال القائمة الجديدة قراتي في كليك اللي جابت لكم نماذج ديال شباب وشابات اللي بغاو يشاركوا معكم كيفاش داروا تحصلوا على نقطة عالية في الدبلوم، وبصفة عامة كيفاش داروا حتى حققوا هدفهم وكانت النتائج كالتالي. شكرا للناس اللي قرروا انهم يشاركوا معنا الافراح ديالهم، يشاركوا معنا نقطهم اللي هي الثمرة ديال الهدف اللي بغاو يوصلوا يحققوه وقدروا انهم يحققوه. ناس من المغرب كامل، الدار البيضاء، الرباط، برشيد، فاس، اسفي ومجموعه ديال المدن الاخرى. حاولت هنا نبارطاجي معكم النقط اللي غادي تكون واضحه. هاد المشاركه الهدف ديالها تبان لنا الطريق ونفهمو مزيان، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق الله العظيم.